قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المحاضرة الثانية الوحدة الأولى. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية اللي تخص قواعد الوحدة الأولى. المحاضرة الأولى لازم تكون مضبطها، مضبط الماضي البسيط، مضبط الماضي المستمر، مضبط الشواذ. يلا تجي على هاي المحاضرة، تمام؟ تعال خلينا نشوف شنو اللي راح ناخذ اليوم. شنو راح ناخذ بهاي المحاضرة؟ راح نوضح أدوات الربط. أنا وضحتها بالمحاضرة الأولى، بس هسه راح أوضحها مرتين بعد بشكل أكثر. راح ناخذ أنواع الأسئلة الوزارية عن موضوع أدوات الربط، يعني شلون تجينا الأسئلة عن هذا الموضوع. راح نحل جميع تمارين أدوات الربط هاي المحاضرة. راح نحل الأفكار الوزارية عن موضوع أدوات الربط. موضوع أدوات الربط دائما يجي الوزارة فكل السنوات يجي، فمو نحل كل الأسئلة، راح نحل فقط الأفكار الوزارية اللي اجت عن موضوع أدوات الربط. واخر شيء اخلي لك اختبار لك بنهايه المحاضره حتى تشوف نفسك انه انت فهمت الموضوع لو لا، تمام؟ هذا اللي راح ناخذه بهاي المحاضره. فيلا خلينا ندخل وقول بسم الله ويلا. الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر او يصلحوا له ادوات الربط، تمام؟ انا مثل ما قلت لك المحاضره الاولى انه احنا عندنا اربع ادوات ربط اللي هن الوين والانت، هذول اخوه، والواير والاز، هذول هماتين اخوه. الوين والان دائما يجي بعدهم ماضي بسيط، والواير والاز دائما يجي بعدهم ماضي شنو؟ وين؟ مستمر. انت بس هاي احفظها كافيه، يسهل عليك الموضوع كله. وين وان ايش يجي بعدهم؟ ماضي بسيط. واير والاز ايش يجي بعدهم؟ ماضي مستمر. فانت اذا عرفت هاي الشيء سهل عليك الباقي. فهنا دائما شنو؟ وين وان دائما ماضي بسيط، واير والاز دائما شنو؟ ماضي مستمر. زين انت من عرفت انه هذا يجي بعده ماضي بسيط، ايش راح يكون قبله؟ راح يكون ماضي مستمر. انت الواير والاز انت من عرفت انه يجي بعده ماضي مستمر، ايش راح يكون قبله؟ ماضي بسيط. تمام؟ هاي اذا اجتك في وسط الجمله. زين اذا اجنا هذني ادوات الربط ببدايه الجمله، الان ما تجي بالبدايه، الوين اذا اجتك وين ببدايه الجمله، التلوين ايش تعرف بعدها ايش يجي؟ الوين يجي بعدها دائما ماضي بسيط، اذا هاي لازم تصحح اللي بعدها ماضي بسيط. يعطيك هو فارزه ماضي مستمر. زين الواير والاز اذا اجنك في بدايه الجمله ايش راح يجي بعدهن؟ انت تعرف يجي بعدهن الماضي المستمر، بعد الفارزه ايش راح يكون؟ راح يكون ماضي بسيط. فهاي لازم تحفظها عليك الله شويه، كررهن هوايه. وين وان دائما ماضي بسيط، واير والاز دائما ماضي مستمر. بس هاي تحفظها يسهل عليك الموضوع كله، من تعرف انه بعدها بسيط. زين خلينا ناخذ مثال، مثال توضيحي. بس ما ادري هاي المثال هيك نثلجه ما ادري ليش. تعال خلينا نحل هذا السؤال، هذا سؤال وزاري. هنا انا قايل لك فقط صيغه السؤال، يقول لك فقط كوريكت صحح. زين انا اصحح هاي الجمله بيا زمن، على يا اساس، على يا موضوع؟ هذا موضوع ادوات الربط. عندي الان جايتني بوسط الجمله، ان جايتني بوسط الجمله، انا ان بعرف شو يجي بعدها؟ ماضي بسيط، قبلها شنو؟ مستمر. اذا تعال انا اكتب على اسئله، اكتب هنا بسيط، يعني راح اصحح هذا القوس بسيط، وهذا القول شو صححه؟ اصححه مستمر. حلو. هسه انت تجي قاعده الماضي المستمر بحاله الاثبات شو تقول؟ تقول فاعل بعد واز وير بعد فعل بي ان جي، الفاعل يا هو الاي، نزل الاي. الاي ايش تاخذ؟ واز. بعد فعل بي ان جي الثينك اي ان جي ضيف لها، عليها ملاحظه؟ لا، منتهي بحاله صحيحه قبل حاله صحيحه، اذا نضيف لها اي ان جي مباشره. ثينكينج. كمل الباقي اباوت يو and then you. وصلت للقوس الثاني، القوس الثاني ايش راح اصححه؟ راح اصححه بسيط. زين قاعده الاثبات شو تقول؟ فاعل بعد فعل ماضي بعد تكمله، الفعل الماضي لو يكون بايدي لو يكون شاذ. هذا من الافعال ال 14 اللي طلعت اياهن اي، اول فعل طلعت اياه. فش يصير؟ بدال الاي يصير اي run مين. هذا الحل مال الجمله. طبعا انا هاني كتبت الجمله وصححت وياي، تريد تحل هيك شيء صح، تريد تحل حل ثاني انه فقط تكتب الجواب صح. يعني ايش تكتب؟ تكتب هنا was thinking، هيك تكتب لازم was thinking فقط الحل، وتخلي هاي الشارحه، والتصحيح الثاني شنو هو؟ run. فتريد تحل هيك شيء صح، تريد تحل هيك شيء صح بالحالتين، وهاي لازم تخلي هيك شارحه وتحل هيك شيء. لكن انا اقول للطلاب حلوا الجمله وصحح وياك افضل حتى ما يصير عندك خطا، يعني ممكن من يصحح هيك ينسى الواز او ينسى فد شيء ويصير عنده فد اخطاء. ف
فالافضل انه تكتب الجمله وتصحح وياك حتى تضمن الحل مالتك 100%. هذا الموضوع مال ادوات الربط، وهي الفكره مال ادوات الربط. تعال خلينا نشوف انواع الاسئله اللي تجي عن هذا الموضوع. النوع الاول من الاسئله، النوع الاول انه تصحيح اقواس. شلون هسه اللي اخذناه هو اغلب شيء يجيب الامتحان الوزاري تصحيح اقواس، لكن هنا راح ناخذ كل الانواع. نعتمد على الاداه الموجوده حتى انا اصحح شنو اللي بعده وشنو اللي قبلها. فهنا من يجيك تصحيح اقواس تعتمد على الاداه اللي موجوده. هنا ايش عندي اداه؟ مثلا عندي وايل. وايل شو يجي بعدها؟ مستمر. قبلها شنو؟ بسيط. هنا اكتب تعال القوس هذا مستمر، وهنا اللي قبله شوفه هو مصحح لك اياه بسيط. ما يريد من عندك هذا البسيط، شو يريد من عندك؟ يريد من عندك فقط المستمر اللي بعد وايل. فشن صححه؟ شلون اصحح هذا القوس؟ هنا اكتب فقط، راح اكتب التصحيح. عندنا مستمر ويش تاخذ؟ تاخذ وير. فهنا وير، والفعل اضيف لاي ان جي عليه ملاحظه، لا اثنيناتهم حروف صحيحه، فالواتش تصير واتشينج. فهذا الحل مال هاي الجمله. وتريد تكتب الجمله وتصحح وياك تنصحح. اوكي، هذا بالنسبه للنوع الاول. نروح على النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو حاله الاختيارات. هذا بحاله الاختيارات هم تنجاي وزاري، فهما تنعتمد على الاداه الموجوده. ايش عندي اداه؟ اعرف الاداه شنو اللي يجي بعدها وشنو اللي يجي قبلها، وعلى اساسها احدد. هسه مثلا هذا سؤال وزاري، هنا عندي وين؟ وين ايش يجي بعدها؟ يجي بعدها دائما ماضي بسيط. قبلها شنو هو؟ قبل الوين يعني مستمر، والمستمر هو مصحح الخيار. شوفه هذا وير واي ان جي. يريد يقول لك من، يريد من عندك يقول لك تختار لي الهير لو الهيرت، يعني تختار لي المجرد لو تختار لي الشالد. اكيد الاختيار مالتي هو البسط، شنو قاعدته؟ لو ايدي لو شالد. فهنا يصير اختيار مجرد، ما يصير اختيار مالتي هو هذا اللي هو الهيرت، وهذا من الافعال ال 14 اللي انطتك اياها. فهاي بحاله الاختيارات النوع الثاني تقريبا نفس النوع الاول، تعتمد على الاداه. اروح على النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو ربط جملتين باداه ربط. يعطيك جملتين اوكي نقطه، جمله ثانيه اوكي، ويقول لك جوين وين، مثلا ضم او اربط باداه ربط وين، او يوز استخدم وين، او اي اداه ربط يريدها. هذا السؤال جاء ب 2016 دور اول، جاب هاي الفكره، وبعد ما جابها بالوزاري ابد، بس بالمدرسه تشلبوا بيها. فانت بالمدرسه راح تشبع من هيك اسئله، يجيبوا لكم افكار في هيك، فما بيها شيء. شوف احنا اول شيء هو الجملتين اللي راح يعطيك اياهن بيا زمن، ينطيك جملتين بالماضي البسيط. نانا يعطي جملتين في الماضي البسيط، هو ينطيك اياهن بالماضي البسيط. وانت بهاي الحاله لازم تحدد يا حدث قصير ويا هو الحدث الطويل. يعني هو من راح يعطيك جملتين، شوف يا هو الحدث باكثر استمراريه، حدث طويل ويا هو الحدث القصير. الحدث القصير لازم شو تخليه؟ بالماضي البسيط، وايد من خليت لك اياها بالمحاضره الاولى. قلت لك الماضي البسيط حدث قصير، والماضي المستمر الحدث مالته طويل، حدث باستمراريه. فانت على اساس الحدثين اللي هو راح يعطيك اياهم، يعطيك جملتين، شوف يا هو الحدث الطويل ويا هو الحدث القصير، وخلي اداه الربط يعني لو بالبدايه لو بالوسط. تمام؟ مثلا هذا السؤال خلينا نشوف 2016. Likely شريفة didn't drive very fast. لحسن الحظ شريفة لم تسوق بشكل سريع. Didn't drive very fast. The child الطفل ran into the road. الطفل ركض بنص الشارع. اوكي؟ فهنا يا هو الحدث اللي الطويل ويا هو الحدث القصير. الحدث الطويل انه شريفة انه ما كانت تسوق بسرعة، سياقة شريفة كانت تسوق لمدة ساعة ساعتين، فهي شنية؟ حدث طويل. الطفل ركض بنص الشارع، الطفل ركض بنص الشارع ترى ما يطول، انه هو ركض بنص الشارع لمدة 5 ثواني 10 ثواني، هاي حدث قصير. فيا هو الحدث الطويل، حدث طويل انه شريفة لم ما تسوق بشكل سريع، فهذا حدث طويل، ويا هو وهذا الحدث الثاني حدث قصير. فاني هسه استنتجت او عرفت انه هذا حدث طويل وهذا حدث قصير، تمام. ويقول لي اربط بوين؟ وين تجي بالوسط وتجي بالبدايه؟ راح احلم بالثنين، اذا اخليها بالوسط او اخليها اخليها بالبدايه، في البدايه. من اريد اخلي وين بالبدايه راح اجي وين بالبدايه، الوين ايش يجي بعدها؟ يجي بعدها ماضي بسيط اللي هو الحدث القصير، اذا راح اجيب هاي الجمله اخليها بعد وين؟ The child run، هو مخلي لي اياها اصلا بالماضي البسيط، انا قلت لك يعطيك اياها بالماضي البسيط.
into the road. اوكي فارزة، لان احنا شوف انا قلت لك انه اذا خلي وين بالبداية، ارجع هنا، انه اذا خليت وين بالبداية لازم ماضي بسيط فارزة، الدور بعد ماضي مستمر. فهسه انا خليت هاي ولازم اخلي فارزة والدور جملة الماضي مستمر. فارجع ماضي مستمر هاي likely تنزل، تمام، شريفة تنزل. هسه هو مخلي اياها بالماضي البسيط، هو مخلي اياها بيا زمن بالماضي البسيط. انت لازم تخليها بيا زمن، تخليها بالماضي المستمر. الديدنت تشيلها، شو تخلي بمكانها؟ تخلي بمكانها wasn't، يعني بها بحالة النفي، يعني شريفة ايش تاخذ؟ تاخذ was، فانا was، وبما انه هي منفية شو اخلي؟ was not، wasn't. درايف شو اضيف لها؟ اضيف لها ing، لان بعد الwas والwere شو يجي؟ يجي ing، فdriving ضفت لها ing. اكمل الباقي very fast. هاي بيا حاله، في حاله انه خليت الوين بالبدايه. اقدر اخلي شنو؟ اقدر اخلي وين بالوسط. راح اخلي وين بالوسط، راح انزل likely شريفه wasn't driving very fast. وصلت؟ كملت الجملة ولا أشيل النقطة؟ شو أخلي بمكانها؟ أخلي بمكانها وين؟ The child run into the road. فهاي شنو؟ في الوسط، خليتها بالوسط وخليتها بالبداية، بس شنو؟ اعتمدت على حدث قصير وحدث طويل. بس يجي واحد يقول استاذ انا شنو عرفني حدث طويل، شنو عرفني حدث قصير، انا ما عندي معنى. شوف خاف تصير عندك هاي مشكله، اعتمد على الفعل. هسه هنا عندك فعل اللي هو درايف، معناه يسوق، مو لهالدرجه انك تفد نوب يسوق. وهذا عند الفعل معناه يركض، وخذته ما كان لك حفظته لك اللي هو يركض. فهنا السياقه هي اكثر استمراريه من الركض. الركض يعني ترى هسه يقولوا ها ما تنبي استمراريه، هذا ما خذناه من الشواذ، تقدر تقول هيك شيء. فهذا حدث باكثر استمراريه من الحدث الرن، فيا هو راح تخلي هذا خلي مستمر وهذا خليه بسيط، هيك شيء خاف تتيه عندك. خلط مثال ثاني حتى اوضح يعني هذا الموضوع بشكل اكبر. هذا صار عندنا مشكله، هي بس هاي الفكره جابوها بالوزاره بعد ما جابوا فكره ثانيه. مثلا عندي احمد played football he broke his ankle. join وين؟ اربط بوين؟ هذا ما كان عندكم بالمنهج، بس الفكره انه اربط لي. اوكي هسه انا لازم اعرف يا هو الحدث القصير ويا هو الحدث الطويل. هسه انا عندي احمد يلعب كره قدم، هذا حدث طويل. احمد يلعب كره قدم لمده ساعه ساعتين، شنو؟ كسر ساقه، كسر الكاحل مالته، الانكل مالته، فهنا حدث قصير. انه من كم دا يلعب كره قدم؟ كسر الانكل مالته، كسر الكاحل مالته، فهنا شنو؟ هذا حدث قصير، الكسر مالته الكاحل بين ما هو كان يلعب كره قدم، فهذا حدث طويل وهذا حدث قصير. واربط لي بوين؟ اربط اماتن بالبدايه بالوسط. مثلا هسه راح اربط انا بالوسط، راح اخلي وين هنا؟ وين بيجي بعدها؟ شنو؟ بسيط، واللي هو اصلا هو مسوي لها بسيط، اللي قبلها شنو؟ مستمر. فهنا راح يصير احمد ايش ياخذ؟ ياخذ was، والبلاي شو اسوي لها؟ تصير بلاينج، ضفت لها اي ان جي، والفوتبول تنزل اللي هي التكمله. هسه راح اشيل النقطه، شو اخلي بمكانها وين؟ هذه الجمله هو مخلي لي اياها بالماضي البسيط، فتنزل نفسيتها. هي بروك هيز انكل. او تريد تجيبها بالبدايه، اذا خليت وين بالبدايه ايش راح تسحب؟ تسحب وياها وين؟ هي بروك هيز انكل. شبيه فارزة أحمد
شبي was playing football. تريد تخليها بالوسط وتريد تخليها بالبداية، بس شنو هي الفكرة؟ انه تجيب الحدث القصير حسب الأداة اللي موجودة. مثلا اذا قلت لك اربط لي بوايل، وايل ايش راح تسويها؟ راح تخليها بالبداية ودور تخليها بعدها مستمر وتخلي بعدها بسيط. ما بيفت فكرة. هنا عندك بروك وهنا عندك بلاي. يا هو الحدث يا هو الفعل اللي اكثر استمرارية بيه، البلاي اكثر استمرارية من البروك. كل شيء يعني تقدر تستنتج بالامتحان. هذا بالنسبة للنوع الثالث اللي يخص موضوع ادوات الربط. اروح على النوع اللي بعده. النوع الرابع يعطي فعلين بداخل القوس. هسه شلون هذا يعطيك فعلين بداخل القوس ويطلب وضع الفعلين، يعني غذن الفعلين شيء يطلب من عنده، اما في الماضي البسيط او الماضي المستمر. غني راح يعطيك فعلين يقول لك هذين الفعلين. هاي صيغه السؤال put one verb، خلي لي واحد من هذين الافعال one verb and past simple في الماضي البسيط and one verb واحد من الافعال هذين الاثنين and past continuous. فخلي لي واحد من هذين الفعلين بالماضي البسيط وواحد من عندهم بالماضي المستمر. فانت مو حاس باس، مو كيفك تجيب هذا تخليه هنا وتخلي الثاني. لازم شنو تعتمد على معنى الجمله حتى تخلي الفعلين بالجمله اللي تناسبهن. ففي هاي الحاله نعتمد على المعنى، على المعنى لوضع الافعال في الجمل المناسبه لها. انت عندك جملتين، هاي الجمله وعندك هاي جمله ثانيه، فنعتمد على المعنى حتى نخلي هذين الافعال. لكن للتسهيل انت اذا شفت لهذين الخمس افعال درايف كام سنت سيت بلاي وير، اذا شفت هذين الخمسه خليهن بمن؟ خليهن بالماضي المستمر. يعني شنو هاي؟ خلي واز وير وضيف لهن اي ان جي. هذين الافعال الخمسه والفعل الثاني شو تخليه؟ خليه بالماضي البسيط. اعيد، انت ما راح يعطيك هذين خمس، يعطيك فعلين اذا شفت لي هذين الخمس افعال. هسه شوف هذا الكم من شفته هنا، هاي كم بمن راح تخليه؟ خلي لي اياه بالماضي المستمر والفعل الثاني خليه بالماضي البسيط حسب الاداه الموجوده. فاجي هنا الثاني عندي راح مثلا راح اجي كمعنى ذي كان هما خيموا في الصحراء، ما يصير اقول هما شافوا بوسط الصحراء. When they see هما شافوا a large snake، لما شافوا افعى كبيره. فهنا الفعل هذا راح يكون هنا والفعل هذا الثاني راح اخليه هنا بالماضي المستمر. هنا عندي وين؟ عندي وين جايتني بي الوسط، اللي بعدها راح يكون بسيط، اللي قبلها راح يكون مستمر. المستمر يا فعل اجيب له الكم، هذا من الخمس افعال درايف كام سيت بلاي وير، درايف كام سيت بلاي وير، درايف كام سيت بلاي وير. هذا اني بمن اخليهن؟ اخليهن بالماضي المستمر. فراح اجيب الكم اخليه بالمستمر. ذي ايش تاخذ؟ تاخذ وير، والفعل الكم اضيف له اي ان جي. اوكي السي من الافعال الشاذه اي، شو تصير؟ تصير سو. فهذا الحل مال هذه الجمله. او تريد تكتب الجمله وتصحح وياك اثنيناتهم صح. اوكي ما بي اي شيء، انت احفظ لي بس هذين الخمس افعال يكون ذني بالماضي المستمر. هاي بالنسبه لانواع الاسئله اللي تخص هذا الموضوع ادوات الربط. هسه خلينا نروح على حل التمارين مالتهن ونحل الوزاريات الافكار مالتهن ونشوف شنو اللي بيهم. طلاب يعني هسه نجي لحل التمارين الكتاب اللي يخص موضوع ادوات الربط. عندكم ثلاث تمارين، اوكي؟ ذن ثلاث تمارين كلش مهمات. راح نحلن سوا. هاي الملزمه نزلتها بقناه التليجرام مال الوحده الاولى حتى تخليها قدامك وت يعني تتبع وياي يعني مثل ما قلت لك المحاضره الاولى. فتعال خلينا نحل هذا التمرين. هنا عندنا ادوات ربط، يقول لك بوت وان فيرب، خلي واحد من الافعال بالباست سمبل اند وان ان باست كونتينوس وواحد بالماضي المستمر. انا اعتمد على الاداه، عندي هنا اداه يا هي الاند، الاند ايش يجي بعدها؟ بسيط، اللي قبلها شنو؟ مستمر. يلا هذا الاي، الاي ايش تاخذ؟ تاخذ ووز، والفعل شو تسوي له؟ ضيف له اي ان جي. هذا حليته ذيك السنه. خلي شارح القوس الثاني بسيط، من الافعال الشاذه اي من ال 14 شو يصير؟ يصير لاين. اللي بعدها ايش عندي؟ عندي وايل، وايل جايتني وين؟ بالبدايه. اللي بعدها شنو هو؟ لازم مستمر. اللي بعد الفارزه بسيط، فهذا مستمر وهذا بسيط. يلا علي ايش ياخذ؟ ياخذ واز، اذا هنا علي واز. والهاب شو اسوي لها؟ اضيف لها اي ان جي. عليها ملاحظه اي، احذف الاي واضيف اي ان جي. هذا القوس الاول. القوس الثاني من ال 14 فعيل؟ لا، شو اسوي له؟ اضيف له اي دي.
زين اللي بعده ايش عندي؟ عندي اند ايش يجي بعدها؟ بسيط. اللي قبلها شنو؟ مستمر. يلا الاي ايش تاخذ؟ تاخذ واز. والفعل كلين ضيف لاي ان جي. على ملاحظه لا نسيب حرف صحيح قبل حرفين عله فضيف لاي ان جي مباشره. القوس الثاني من الافعال الشاذه من ال 14 اي شو يصير؟ يصير فاوند. شيل الاي خلي بمكانها او يو وكمل الباقي بالاخر. اللي بعده عندي شنو؟ عندي وين. وين ايش يجي بعدها؟ بسيط. اللي قبلها شنو؟ مستمر. تمام. بس هنا انا مستمر بها حاله يريده بحاله النفي. شريفه ايش تاخذ؟ تاخذ was. وبما انه نفي was not. تمام. والفعل درايف شو اسوي له؟ اضيف له الاي ان جي. هاي القوس الاول. القوس الثاني بسيط. هاي من الافعال الشاذه اي شو يصير؟ يصير ار اي ان. تمام. اللي بعده ايش عندي؟ اداه الربط. عندي الوايل. الوايل ايش بعدها؟ مستمر. قبلها شنو؟ بسيط. يلا صحح لي بسيط. هذا البسيط التيك شو يصير من ال 14 فعل اي شو يصير؟ يصير توك. خلي شارع. هذا مستمر. المستمر ووز وير واي ان جي. ويش تاخذ؟ تاخذ وير. والسوم اضيف لها الاي ان جي. ضاعف الام واضيف الاي ان جي. منتهي بحرف صحيح قبل حرف عله. اللي بعدها عندي از. از ايش يجي بعدها؟ مستمر. قبلها شنو؟ بسيط. فهذا بسيط من الافعال الشاذه اي من ال 14 اي شو يصير؟ يصير طول. وعندنا هنا خلي جارح ويش تاخذ؟ تاخذ وير. والفعل ميك ريفلاي ان جي. على ملاحظه اي احذف الاي اضيف الاي ان جي. زين اللي بعده عندي شنو؟ اداه الربط واير. واير شو يجي بعدها؟ مستمر. قبلها شنو؟ بسيط. هذا من الافعال الشاذه اي شو يصير؟ فقط الاي اللي بالاخير احذفها. هذا ايش راح يصير؟ راح يصير مستمر بحاله النفي. الاي ايش تاخذ؟ تاخذ was. وال بما انه نفي was not. والفعل اضيف له ing. looks يصير يصير looking. هاي الحل مالتها. انتبه على هاي الجمله بيها ثلاث اقواس. قوس هنا قوس هنا وقوس هذا. زين انا ايش عندي؟ اداه الربط. عندي از اللي هي شنو؟ يجي بعدها مستمر. واللي بعد الفارزه شنو؟ بسيط. فهذن كلهن راح اصححهن بسيط. هذا بسيط وهذا هماتين بسيط. تمام. هسه يجي طالب يقول هاي مو عندي انت. هاي انت معناها وي. لو جايتني انت ومثلا وياها فاعل وبعد فعل اوكي اعتبرها كاداه ربط. بس هي هنا انت جايتني ربطت لي بين يعني بين فعل يعني سلب انت براي. فهذه مو اداه ربط. لو جايني فاعل وياها اوكي اعتبرها اداه ربط. فانت تعتمد على القاعده. عندك از اللي قبل الفارزه مستمر اللي بعد الفارزه بسيط. فهذا مستمر. وشيش تاخذ؟ تاخذ was. والكاري اضيف لها الاي ان جي. كارين اضيف الاي ان جي. هذين الفعلين ضيف لنا الاي ان جي. هذا من 14 فعل لا ضيف له اي دي. على ملاحظه اي ضاعف البي ضيف الاي دي. فاستغل. والقوس اللي بعده فريك شو يصير من الافعال الشاذه؟ تصير بروك. هذا بالنسبه لحل هذا التمرين. وكلش مهم هذا التمرين وايد جايبين به. ما يجيب لك هيك يعني ثلاث افعال يعني هو يصحح لك فعل يخليك فقط فعلين لان حتى يكون هذا عليه درجه واحد عليه درجتين عليه درجتين. بالنسبه لهذا التمرين خلينا نروح على التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده الفكره مالته اللي اخذته بالنوع الرابع لك. عندك يعطيك فعلين اوكي ويقول لك خلي لي هذين الفعلين حسب الاداه. فانت تعتمد على الخمس افعال. قلت لك انا خمس افعال الكام درايف سيت بلاي والوير. هذين اذا شفتهم شو تخليهن؟ خليهن مستمر. والفعل الثاني خليه بسيط. يعني هنا أنا خلي يعني عندي مو عندي خمسه. هسه هذا الفعل شو اخليه؟ مستمر. شفته الدرايف مستمر. الكام مستمر. عندي شنو؟ وير مستمر. البلاي مستمر. الفعل الثاني اخليه بسيط. فهاي هيك ثبتها انت. هسه عندي الوين. وين شو يجي بعدها؟ بسيط قبل مستمر. يلا البسيط يا هو هسه خلي قبل المستمر. الست شو تصير؟ تصير سيتنج. بس شنو انا اخلي واز والست اضيف لها اي ان جي. ضاعف التي واضيف الاي ان جي. هذا بالنسبه للقوس الاول. القوس الثاني من ال 14 فعل لا شو نسوي له؟ ضيف لي ايدي. فهنا راح اكتب بهاي الفراغ هنا كيك
ضيف لايدي مباشره. تمام. الجمله اللي بعدها عديها ما تنون بعدها بسيط قبلها مستمر. المستمر الدرايف اوكي هنا وي وي تاخذ وير والدرايف اضيف لها الاي ان جي. هاي هذا القوس يعني الفعل الاول. الفعل الثاني الهير من الافعال الشاذة اي شيء يصير يصير هيرد فقط اضيف له دي بالاخير. اللي بعدها ما تنعد وين بعدها بسيط قبلها مستمر. يا هو تجيب المستمر الكم شو يصير هنا ذي ذي اشتاق تاخذ وير والكم اضيف لها الاي ان جي. هاي بالنسبه للقوس الاول. القوس الثاني السي شو يصير يصير السو. اللي بعدها عدها ما تسن فعليا اداه الربط اللي هي الوين وين يجي بعدها بسيط وبعد الفارزه مستمر. يا هو البسيطه تجيب الميت. الميت شو يصير بالماضي البسيط مات شاذه من ال 14 فعل خدناها. الفعل الثاني الوير اوكي لازم اخلي له اي ان جي بالمستمر بس لازم اخلي قبله ووز او وير. مو ناش تاخذ ووز والوير اضيف لها اي ان جي ويرنينج. اللي بعده عدي وين وين يجي بعدها بسيط قبلها مستمر. عدي هنا انا خالد. خالد الشاخذ ياخذ ووز والبلاي شو اسوي لها اضيف لها الاي ان جي ووز بلاين. هذا اللي حليت انا ماتن. والبريك شو تصير تصير بروك. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. هسه خلينا نروح على التمرين الثالث اللي موجود عندكم اللي هو هذا التمرين موجود بصفحة 6 بكتاب النشاط. فكرة هذا التمرين انه يقول لك complete the sentences كمل هذين الجمل اللي هو منطق اياهم هذين الفراغات with your own ideas بافكارك الخاصة. Put the verb in the past simple. خلي الفعل بالماضي البسيط. فصيغة السؤال هي هاي اللي تجيكم. هاي صيغة السؤال. اكمل الجمل بأفكارك الخاصة. ضع فيها الماضي البسيط. شوفوا هذا الموضوع وهذا التمرين يعني انه هو ما اجى بالوزاري. اجى اعتقد مرة للنازحين وبعد ما اجى. بس هو شوف ما دام انتم عندكم بالمنهج وما دام عندكم بالكتاب فمو يجي طالب يقول ها هذا مو مهم وهذا يعتمد على المعنى ويعتمد على ما ادري شنو وانا لازم اجيب من عندي وما يجيبوه هم ما جايبيه وخلاه عوفه. لا يجي انت عندك وصايا على على ابو الوزاري يعني انت توصي انه انت يجيب لك هيك اسئله. لا ما هو حتى لو اذا يريد يجيب ما عندك اعتراض عليه شي يقول لك يقول لك هذا موجود عندك بالمنهج موجود عندك بالكتاب اقراه ليش ما قاريه. فالمطلوب من عندك تقرا وحتى لو نقول يعتمد على معنى اوكي احفظهن اذا في شيء هسه احنا راح نحفظهن وراح نترجمهن ونفهمهن ماتيا فاقرا لا تعوفه. تمام. ترى الدرجه او الدرجتين صدقني تحولك من كليه لكليه ثانيه تحولك من محافظه لمحافظه ثانيه. فعوف هاي الافكار او الحكي اللي يقول لك هذا ما يجي وهذا يجي اقرا كل شيء. تمام. او من المية فنجي نحل هذا التمرين نفهمه ونترجمه حتى اذا جانا احنا مسيطرين عليه. I was running أنا كنت أركض وأنت كمل لي بأفكارك الخاصة كمل لي من يعني من عندك أنت. أنا كنت أركض وأنا عندي أنت سأنا أنا هو شو مصحح لي مصحح لي مستمر. أنا هو أصلا يريد من عندي بالماضي البسيط. فأنا كنت أركض وسقطت يعني راح أكمل من عندي بفكرة أكملها من عندي. عندك فكرة أنت أوكي كملها راح أكمل بأفكاري أنا الخاصة شجيب أجيب بالماضي البسيط وسقطت كنت أركض وسقطت. فش راح أقول and I لازم أجيب فاعل I لأنه هو كاتب لي I fell أخليها بالماضي هي الأصل مالتها fall سقطة هذه أخليها بالماضي fell down down معناها سقطة لي لا fell down. فأنا كنت أركض وسقطت and I fell down. تمام. ترجمها أنا كنت أركض هذه و اللي هي الآن سقط فويا. I wasn't looking أنا لم أكن أنظر wasn't looking where I was going إلى أين أنا ذاهب. وشنو كمل لي أنت أنا لم أكن أنظر إلى أين أنا ذاهب وشنو واصطدمت بشخص ما. فبما أن نعد الفاعل I همتنا خلي الفاعل I اصطدمت أو ضربت اصطدمت بشخص واحد شنو heads اللي أخذناها من الأفعال الشاذة شخص ما someone I has someone. فضن حتى ترى ما بيهن كلمة كلمتين ما بيهن في الشيء. اللي بعدها I was getting ready أنا كنت جاهزا for the school أو for school للمدرسة when فراغ. فا
فأنا كنت جاهز للمدرسة، ويعني عندما أنا كنت جاهز للمدرسة، عندما شنو مثلا والدي اتصل. My father when my father called، لازم نخليها بماضي بسيط، called me، عندما والدي اتصل بي called me. فهذه شنو هي؟ كملناها من عندنا. My little brother، أخي الصغير، my little brother was playing football، أخي الصغير كان يلعب كرة قدم. وين فراغ؟ كمل لي. أخي الصغير كان يلعب كرة قدم وين؟ عندما أنا I slept، أنا كنت نائما slept، لما أنا نمت. تريد تكمل بأفكارك الخاصة؟ أوكي كمل. I was thinking about، أنا كنت أفكر، مخلي لك فراغ هنا ومخلي لك دور فراغ ثاني. أنا كنت أفكر مثلا about my friend، بأصدقائي، my friend بأصدقائي. When the teacher، عندما المدرس suddenly، فجأة شنو؟ called me، يعني ناداني. called me، أنا كنت أفكر بأصدقائي عندما المدرس ناداني. While I was waiting for the bus، عندما كنت أنتظر الباص. While، عندما أو بينما كنت أنتظر الباص، شنو؟ مثلا I saw my friend، أو مثلا أقول I saw my teacher، كيفك أنت كمل من أفكارك الخاصة. فش راح أقول؟ إن أنا الفاعل راح أخلي I، سي راح أخليها بي الماضي saw، my teacher مثلا أنا شفت المدرس مالتي. وبينما كنت أنتظر الباص رأيت المدرس مالتي، I saw my teacher. فهذن إحنا ترى الجواب مالتن كلش قصير، فهمناهن ترجمناهن، وتهماتن اكتب الترجمة حتى تساعدك وتتذكر وكافي. هذا بالنسبة لهذا التمرين اللي يخص موضوع أدوات الربط والخص تمارين هماسية اللي عندكم. نجي على الوزاريات، بعض الوزاريات عن هذا الموضوع، مو كل الوزاريات. راح أحل كم وحدة أني والباقيات أنت عليك. أوكي؟ سؤال الأول 2014 دور أول، الفكرة مالتها ما بيفت في الفكرة. عدي أز، الشيء يجي بعدها مستمر، قبلها بسيط، والبسيط هو مصححها. شيء يريد من عندك؟ يريد من عندك بس المستمر. فأنا أنا أز وي، إيش تاخذ؟ تاخذ وير، والسويم أضيف لها أي إن جي. سوومينج ضاعف الام واضيف الاي ان جي. هاي هيك تجيك فكره. فكره ثانيه، ها هذا السؤال اكتب ياما حفظ. هذا ما بي اداه ربط، جاي للنازحين هم ما مكررين. يقول لك لاست يير، السنه الماضيه، ماي فريند زينه، صديقتي زينه، جت هيرت، يعني تعورت او انصابت، ان ا كار اكسيدنت، بحادث سياره. فهنا السنه الماضيه عد اللاست، اللاست عليه من يدليني على الماضي، بس هنا يوم ماضي، ماضي بسيط وماضي مستمر. بما انه حدث تم بالماضي وانتهى، هي صارت بحادث سياره، فهنا راح نخليه بالماضي البسيط. فالماضي البسيط شنو؟ ايدي او شاذ. فهاي لقيت من الافعال الشاذه شو تصير؟ تصير جوت. فهذا الحل مال هاي الجمله، احفظ لي اياها، لان هواي طلاب يتيهون بيها وتعتمد على المعنى، ما بيها فد اداه ربط. والجت تصير جوت. السؤال اللي بعده، عندي شنو؟ عندي اند، اند ايش يجي بعدها؟ يجي بعدها بسيط، قبلها مستمر. يلا الاي، الاي ايش تاخذ؟ تاخذ واز، والكلين اضيف لها اي ان جي. ترى نفسية الموجودات بالتمارين. والقوس الثاني الفاينل ايش تصير؟ تصير فاوند، اي ان دي. فكرة انه هنا بوت وان فيرب، ضع واحد من الافعال، ان بس continuous and past simple، وبي الماضي المستمر. اللي السؤال اللي بعده مخلي لك أداة ربط اللي هي الوين، يقول لك اختار لي، تختار لي walk أو walk، was walking. هنا بما أنه عندي وين، وين الشيء يجي بعدها؟ بسيط، قبلها شنو؟ مستمر. إذا يصير اختار أنا هنا، أنا هو مصحح لي بسيط، يصير بعد اختار بسيط همتين إيدي؟ لا، إذا الاختيار مالتي هو المستمر، was walking. السؤال الخامس، عدي وايل، هو مصحح لك البسيط، يريد من عندك بس المستمر. ف not look، فش راح يصير؟ راح يصير was، الاي ايش تاخذ؟ تاخذ was، وال بما انه نفي was not، واللوك اضيف لها اي ان جي.
هاي 5 اسئله انا حليتهن، الاسئله الباقيات انت حلهن، ما بيهن اي شيء. 6 من 6 لحد ال 14 انت حلهن وتدرب عليهن. اي مشكله عندك راسلني انا اوضحها لك، بس انه ما بيهن شيء. انت موضوع كلش سهل. هسه مثلا عندك سؤال السادس، عندك شنو آلز؟ سؤال السابع، ها السؤال السابع الفكره مالته انه يقول لك تختار لي اداه ربط، تختار لي وير لو واي لو وين. انت شوف شو مصحح لك هو هنا، بما انه موجود مستمر وهنا بسيط، فيا اداه يكون بعدها بسيط قبلها مستمر. الوايل او العفو هنا عدي الوين، الوين يكون قبلها مستمر وبعدها بسيط، هاي عدي وين. فهنا الاختيار مالتي هو الوين، هذا الاختيار مالته، لان بعدها بسيط قبلها مستمر. لو مخلي لك واز واي ان جي مخلي لك يعني هنا ايش تختار؟ تختار الوايل. هاي السابع، الثامن هذا اللي وضحته عندك فعليا، فانت شوف يا فعل تخليه. هذا هماتين وعندك وايل، هاي موجوده هماتين وايل، هنا وايل، هنا موجوده وين، هذا عندك اند، وهذا اللي اخير شو عندك؟ عندك الوايل. هذا بالنسبه لموضوع ادوات الربط بكل افكاره، بكل التمارين مالاته، بكل شيء خصه، وحتى يعني بالنسبة للمدرسة، بين المدرسة أكثر شيء يجيبونكم بين التمارين، وهذا التمارين ركز له عليه، ومالات هماتين مالات الربط هماتين أنا وضحتها لك. فأنت إذا فهمت يعني فهمت الماضي البسيط وفهمت الماضي المستمر، يسهل عليك بقية الموضوع، يعني يسهل عليك أنه تعدك 4 أدوات ربط وتعرف شنو اللي يجي قبلهم وشنو اللي يجي بعدهم وتصحح على أساسهم. أتمنى استفاديت، واتمنى اشارك هاي المحاضرات ويا بقيه الطلاب حتى يستفادون، لان هو طلاب ما يعرفون بهاي الشرح وبهاي همات المحاضرات. واتمنى لك التوفيق ومع السلامه.